لو الحكاية فيها إن فيتو كويسة. العنب بكام؟ أنا بستة ونص والبنات بعشرة. وفي مانجا بقى أويس بخمسة وعشرين. والسكري؟ لا سكري مش موجودة. طب والزبدية؟ زبدية في باتناشر. ولا في كمترة بعشرة. موز بعشرة. تفاح أصفر بعشرين. والتين البرشومي ده كام؟ 13 و15 شغال الاثنين يعني. والبلح؟ البلح 7.5 اصفر 6.5. البلح الاحمر 7.5. البلح الاحمر 7.5 ب7.5. الرمان بكام؟ 7.5. صور الناس اهي معاك. والبرقوق ايه؟ البرقوق 25. والبطيخ؟ البطيخ بقى 25 دي واحدة. لكن نسبة الإقبال على الفاكهة عاملة إيه دلوقتي؟ يعني شغالة؟ معقولة يعني. مش هو الجو هادي شوية بس هو الدنيا يعني والبلد مريحة أصلا يعني.